إذا لمتابعة تطورات المشهد في فلسطين في ظل حديث عن اتفاق لتبادل المحتجزين قبل شهر رمضان وحكومة فلسطينية جديدة في قطاع غزة، ينضم إلينا عبر سكايب من القدس الكاتب السياسي الفلسطيني فراس ياغي، وعبر سكايب من الضفة الغربية المتخصص في الشأن الإسرائيلي عزام أبو العدس. مرحبا بكما في بانوراما الرافدين. نبدأ معكم أستاذ فراس. 11 مجزرة ارتكبها الاحتلال خلال 24 ساعة، راح ضحيتها 96 قتيلا و172 جريحا، ولكن في هذا السياق وفي هذا الإطار، ما هو هدف الاحتلال من هذه المجازر لا سيما تلك التي تقع في جنوب القطاع؟ مساء الخير لك وللضيف العزيز عزام وللمشاهدين. حياك الله. يعني بداية، المجازر هي منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهي من الأساس كانت تهدف إلى القيام بعملية إبادة حقيقية وانتقامية لما حدث في 7 أكتوبر، ولا تزال هي مستمرة، وتهدف أيضا للضغط على المقاومة لأنها لم تستطع القضاء على المقاومة. نحن اليوم في 144 يوما من عمليات الإبادة التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، ولا تزال المقاومة توقع الخسائر البشرية وتوقع الخسائر في الآليات، ولا زالت تطلق الصواريخ على غلاف غزة وعلى عسقلان، وبالتالي إسرائيل تفشل في كل أهدافها في داخل قطاع غزة. لذلك إسرائيل تنتقم من المدنيين وتقوم بتخريب كل قطاع غزة. يعني إسرائيل عندما بدأت عملياتها في قطاع غزة هي كانت تهدف منذ البداية إلى تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للعيش، وإسرائيل تهدف إلى سيطرة كاملة على القطاع، وهذا ما نراه اليوم من خلال المنطقة العازلة التي يقومون بها، 1 كيلو عمق و60 كيلومتر مربع في الشمال والشرق من أصل 360 كيلومتر مربع لمساحة قطاع غزة. هدموا أكثر من 1000 مبنى حتى الآن في إقامة المنطقة العازلة، إقامة الشارع العرضي من نحل العوز إلى البحر الأبيض المتوسط. كل هذه المسائل التي تجري على أرض الواقع مختلفة كليا عن ما يتحدثون عنه حتى في أمريكا وحتى في الإقليم ولا غيره. نعم. إسرائيل ماضية على أرض الواقع في تطبيق سياستها، إسرائيل ماضية في غيها ولا تعطي أي اعتبار لا للقانون الدولي ولا لمحكمة العدل الدولية ولا لأي قانون إنساني وأخلاقي وديني. نعم. إسرائيل تتغطى لا تزال بالرداء الأمريكي وبالغطاء الأمريكي، وأمريكا لا زالت تشتري الوقت لإسرائيل لكي تستمر إسرائيل في عملية الإبادة المستمرة ضد المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ في داخل قطاع غزة. أستاذ عزام، الأستاذ فراس شرح بشكل واف هدف الاحتلال من هذه المجازر لا سيما في جنوب قطاع غزة، ولكن عندما نتوقف أن هذه المجازر تتزامن مع ما وصفه المتحدث باسم الخارجية القطرية السيد الأنصاري بالتفاؤل في مسار محادثات الهدنة وتبادل الأسرى أو المحتجزين، سمهم ما شئت، ولكن كيف يمكن فهم سلوك نتنياهو وحكومته مع معطيات المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم ولجمهور مشاهديكم ومستمعيكم. حقيقة لا أدري يعني من أين يتحدث السيد الأنصاري بهذا التفاؤل، وحقيقة أنه لا يوجد أي تفاؤل. يعني من الواضح جدا أن نتنياهو لا يريد صفقة، لا يريد الذهاب إلى صفقة، ولا يوجد أي زعيم إسرائيلي الآن أيا كان انتمائه يجرؤ على إيقاف هذه الحرب. مسألة إيقاف هذه الحرب ربما إذا قام بها نتنياهو، يعني فضلا عن أنه سيزاح عن الحكم خلال ربما أيام أو ساعات، لا أبالغ إن قلت أنه سيتم اغتياله سياسيا، وبالتالي سيتعرض للقتل بكل ما تحمل الكلمة من معنى. هذه الحرب هي حرب وجودية بالنسبة لإسرائيل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تذهب إسرائيل إلى إنهاء الحرب أو هدنة طويلة الأمد أو الانسحاب من قطاع غزة. وجود إسرائيل كفكرة وكمشروع استيطاني يعتمد على تحقيق صورة انتصار لا تقبل الجدل،
صورة تعيد للمواطن الإسرائيلي الشعور بالأمن والشعور بالثقة، وأن هذه الدولة قادرة على حمايته، وأن قادرة أيضا على حماية يهود العالم إذا ما قرروا الهجرة إليها. وبالتالي هذا ربما الحديث عن التفاؤل وكلام بايدن، أنا في تقديري هو ضغط على حماس وضغط على أهالي غزة تحديدا، وشن حرب نفسية شرسة عليهم، يعني حتى إذا فشلت إسرائيل في مسألة الحرب العسكرية تلجأ الآن للحرب النفسية. هذه الحرب النفسية تقوم على دعامتين أو جزئيتين. الدعامة الأولى هي التهديد باجتياح رفح والحديث بشكل موسع ودائم ومفصل عن عملية رفح وحجم وكم المجازر التي سيصل الأمر إليها، وكأنهم يقولون للمقاومة إما أننا سنستهدف 1,200,000 مدني أو أن تعيدوا لنا الأسرى، وبالتالي تكون هذه هي المعادلة بالنسبة للمقاومة. أيضا ما تقوم به قطر للأسف الشديد، وما يقوم به الوسيط القطري ربما عن قصد أو غير قصد، يعني هو يهدف إلى زعزعة الحالة النفسية لأهالي غزة، بمعنى رفع التوقعات ورفع سقف التوقعات وجعل الناس يتوقعون هدنة في يوم الاثنين ثم لا يكون شيء، ومن الواضح أنه لن يكون شيء. يعني هذه الشروط التي أعطيت 400 أسير من 10,000 أسير فلسطيني، ولا يوجد تعهد بالانسحاب، لا يوجد تعهد بإنهاء هذه الحرب، لا يوجد تعهد بإعادة الإعمار، لا يوجد تعهد بشيء، وكأن إسرائيل تقول يعني أعطونا أسرانا سنستريح قليلا ثم بعد ذلك سنأتي لقتلكم وإبادتكم. يعني هذا ما يطرح بكل بساطة على أرض الواقع. أستاذ فراس، رغم حكم محكمة العدل الدولية ما زال الاحتلال يفرض قيودا إضافية على وصول المساعدات في غزة، ولعلك شاهدتم أستاذ فراس عملية الإنزال التي قامت بها الأردن وسقطت أغلب هذه المساعدات في البحر. طبعا في ظل حديث بايدن عن الملف الإنساني، لماذا لا يضغط على حكومة الاحتلال الصهيوني من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة؟ ما السبب في ذلك؟ يعني أولا دعني أوضح بعض القضايا فيما يتعلق في مسألة الهدنة. أيضا عندما حدثت المفاوضات في باريس هي كانت بين أمريكا وإسرائيل ولم تكن بين إسرائيل والمقاومة وحركة حماس، وبالتالي أمريكا تقنع إسرائيل بالهدنة وتتفق أمريكا على مفاتيح دون الاتفاق مع حركة حماس بهذا الخصوص، وأمريكا وإسرائيل تشيع للرأي العام بأن هناك هدنة وأن هناك توافق وأن المسألة كأن حماس والمقاومة في قطاع غزة تحصيل حاصل بهذا الخصوص. أعتقد أن المفاتيح الأساسية لأي هدنة هي مرتبطة بالانسحاب ومرتبطة بالتعهد بوقف دائم للقتال حتى لو كان على مراحل، ومرتبطة بعودة النازحين دون قيد أو شرط، ومرتبطة بالمساعدات. هناك مرونة في مسألة عدد الأسرى ما بين الطرفين، خاصة أن لدى المقاومة أيضا يعني 70 جندي وضابط لا سيكونوا، فبالتالي تستطيع من خلال ذلك أن تحول سعر جديد وتعمل على أن يكون هناك إفراغ للأحكام العالية بالحد الأدنى من داخل السجون الإسرائيلية للفلسطينيين. ولكن أيضا حتى الأمريكان قالوا إخراج مروان البرغوثي هذا خط أحمر وإسرائيل لن تقبله، يعني بمعنى أنهم يضعون شروط وعراقيل أمام هذه المسألة. ولاحظ مسألة مهمة، حتى عندما تحدثوا وتوافقوا على إطار باريس اثنين بين الولايات المتحدة وإسرائيل يكذبون أن هناك هدنة، لكن نتنياهو صدق أنه قد تحدث هدنة، فطلع بشرط جديد قال اللي طالع بالأحكام العالية هذا يجب نفيه إلى قطر. هذا يعني أن نتنياهو لا يريد هدنة بالمطلق ولا يريد الذهاب إلى وقف إطلاق نار، لأن الذهاب إلى وقف إطلاق نار لمدة 6 أسابيع وهدوء هذه قد تخلق أزمة لنتنياهو في الداخل الإسرائيلي وتؤدي إلى مظاهرات تطالب
بانتخابات مبكرة في داخل إسرائيل. أما فيما يتعلق بمسألة المساعدات، هناك قرار 2027 صادر من مجلس الأمن ويتحدث عن إدخال مساعدات بشكل يومي وعن وجود ممرات آمنة، وتم تعيين سيجريد مفوضة ومسؤولة عن المساعدات في داخل قطاع غزة، ولكن لم يحدث شيء. لماذا لم يحدث شيء؟ لأن إسرائيل تريد أن تقايض مسألة المساعدات بمسألة الأسرى والمحتجزين للضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة، وبالتالي هذه الحاضنة تضغط بشكل كبير على المقاومة من أجل أن تذهب إلى الشروط الإسرائيلية والأمريكية فيما يتعلق بمسألة الهدنة ومسألة الإفراج عن الأسرى والمحتجزين. من الجانب الآخر، مسألة ما يحدث في شمال قطاع غزة، هذه مسألة ممنهجة مرتبة، لأنهم يريدون العمل على انزياح ديموغرافي من قطاع غزة، وعلى العمل على تقليص المساحة الجغرافية لقطاع غزة عبر الطرق وعبر المنطقة العازلة، والانزياح الديموغرافي عبر تخفيف عدد السكان إلى الحد الأدنى في داخل منطقة الشمال عبر تهجيرهم إلى منطقة الجنوب، وهم يخططون بذلك حتى في مسألة المساعدات، بأن من يريد أن يأخذ المساعدات عليه أن يذهب إلى منطقة محددة في الجنوب والوسط ليأخذ هذه المسألة. لذلك هي مسألة مخططة ضد الإنسان الغزي في داخل قطاع غزة، وهذا ما يقلق المقاومة، وهذا ما يؤدي إلى أن ترفض المقاومة مسألة الهدنة، لأن من مفاتيح الهدنة أن يكون هناك مساعدات إنسانية شاملة، وأن لا تشترط هذه المساعدات حتى في داخل الحرب. في كل دول العالم وفي كل الحروب السابقة دائما هناك مساعدات وإغاثات إنسانية، ولكن إسرائيل لا تزال تتغطى بالولايات المتحدة الأمريكية. نعم. إسرائيل تعتمد على الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، واليوم نتنياهو أعلن، قال هناك استطلاع هارورد في أمريكا أعطى إسرائيل 82% من الشعب الأمريكي يدعم إسرائيل ولا يدعم حماس، وبالتالي لدينا 4 من كل 5 في أمريكا يدعموننا، إذن يدعمون عملياتنا في قطاع غزة، وكان يرد بذلك على الرئيس بايدن. طيب. عندما تحدث. نعم. عن الهدن وتحدث عن المسائل الإنسانية. أستاذ عزام، الصفقة بدأت بين الولايات المتحدة وإسرائيل كما تفضل به الأستاذ فراس. نبقى في هذه النقطة، الرئيس الأمريكي جو بايدن صرح أن صفقة تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار من الممكن أن تبدأ قبل بداية شهر رمضان، وربما تستمر لستة أسابيع بحسب ما نقل عنه. هذا يعطي مفهوم ربما أن هناك جهود حقيقية خارج إطار الوساطات تبذلها الولايات المتحدة من أجل الوصول إلى الصفقة. يعني أولا، كان موقف وزارة، لا أدري يعني إذا كان وصلكم الخبر أم لا، لكن كان موقف وزارة الخارجية الإسرائيلية أنهم قالوا يعني نحن لا نعلم ما الذي قاله الرئيس الأمريكي بايدن وما الذي اعتمد عليه في ذلك، يعني لا يوجد لدينا أي معلومات بخصوص يعني صفقة تبادل ستتم يوم الاثنين أو أي تاريخ آخر، وبالتالي الاحتلال نفى. أيضا حركة حماس يعني تحدثت بأن كل ما رشح عن مؤتمر باريس هي مقترحات أمريكية على إسرائيل، وإسرائيل يعني تدرس بعضها ورفضت البعض ووافقت جزئيا على البعض، وبالتالي لا يوجد شيء جدي حتى الآن. إسرائيل الآن تلعب بآخر ورقة موجودة لديها، وهي يعني يمكن أن نسميها ورقتها الذهبية، وهي الضغط على المدنيين. طبعا الضغط على المدنيين بمعونة عربية وبمجهود حربي عربي، سواء من الأردن أو من مصر أو يعني من بعض الجهات العربية الأخرى، لا سيما الخليجية، التي من جهة تضغط على الفلسطينيين ومن جهة أخرى تحاصرهم حصار مادي وفعلي، وبالمقابل تقوم يعني بعمليات يعني هي أشبه بفكاهة، يعني لا يمكن أن تؤخذ على محمل الجد، وهي إلقاء المساعدات من الجو، في حين أن مصر بإمكانها أن تفتح معبر رفح وهو الأسهل. لكن النظام المصري يعني يشترك في المجهود الحرب الإسرائيلي. كنا قبل ذلك نستخدم مصطلح التخاذل، لكن يا ليت أن نعود ونستخدم هذا المصطلح. مصطلح التخاذل
يعني أن طرف ما يقف على الحياد ولا يتورط في المعركة لنصرة طرف على آخر. لكن الآن الأنظمة العربية وتحديدا الأنظمة الخليجية بعضها والنظام المصري والنظام الأردني والسلطة الفلسطينية يعني تساند الاحتلال بكل ما أوتيت من قوة، وتساند الاحتلال مساندة مباشرة في حصار غزة وتجويعها وقهرها ومحاولة إذلال المقاومة. يعني إسرائيل لجأت إلى كل دول العالم، يعني هناك حقيقة لدينا أن المقاومة الفلسطينية لا تقاتل إسرائيل وحدها، المقاومة الفلسطينية تقاتل إسرائيل ومن ثم تقاتل الولايات المتحدة الأمريكية التي أرسلت أكثر من 300 طائرة تحمل 25 ألف طن من الذخائر، المقاومة الفلسطينية تقاتل نصف أوروبا وتقاتل 4 أو 5 أنظمة عربية. نعم. وبالتالي يعني ما أبدته المقاومة الفلسطينية حتى الآن يفوق أي صبر كتب عنه في التاريخ القديم أو الحديث. لكن للأسف الشديد جدا يعني ما تطعن به المقاومة هي أبناؤها ونساؤها وأهلها، يعني بطريقة يعني وصلنا إلى واقع بأن الأنظمة العربية وتحديدا النظام المصري والنظام الأردني مستعدون لإرسال جيوشهم لتقاتل مع إسرائيل خوفا من رؤية المقاومة تنتصر، لأن انتصار المقاومة يعني اهتزاز هذه العروش، وبالتالي إسرائيل ستحاول وستبقى وستواصل الضغط على المدنيين، لأنها بكل بساطة فشلت عسكريا في شمال غزة، فشلت عسكريا في خان يونس، لم تحقق أي شيء يذكر، وستفشل أيضا في رفح، وستتورط في حرب في قطاع غزة ستستمر من 2 إلى 3 أعوام على النمط الفيتنامي، بمعنى أن إسرائيل ستستنزف لفترة طويلة جدا وستخرج أكثر وهنا وضعفا وتفككا من هذه الحرب. نعم. وبالتالي يعني المستقبل سيكون أمامنا دموي مليء بالقتل والإبادة، وذلك بكل بساطة لأن هذه الأنظمة ضحت بأمنها القومي في سبيل إسرائيل. طيب أستاذ فراس، أهالي غزة، لنتحدث بواقعية وربما هذا الكلام ربما يكون يعني مؤلما، أهالي غزة يعانون، أنتم ترون بالصوت والصورة ما يجري هناك من مأساة إنسانية، هناك الكثير من الأطفال يتموا، الكثير من النساء ماتوا، وأيضا الشباب وحتى الشيوخ والأطفال، يعني لا داعي لذكر المزيد لأنكم ترون بالصوت والصورة ما يجري هناك. ولكن أستاذ فراس، باعتقادك من الرابح الأكبر من هدنة ووقف إطلاق النار؟ لا، والجميع سوف يربح من الهدنة. طيب. إسرائيل سوف تحصل على الأسرى والمحتجزين الذين هم معرضون للموت نتيجة للقصف الإسرائيلي، وأيضا الفلسطيني في غزة سوف تنفرج أساريره حيث سيدخل عليه الغذاء والدواء والماء إلى حد ما، وسوف طيب. يكون هناك إفراج عن أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية. لكن السؤال المهم والأهم من ذلك، هل هذا سيكون مسألة دائمة أم مسألة مؤقتة؟ إذا كانت المسألة تتحدث عن 6 أسابيع ثم استئناف القتال، ماذا سيحصل للفلسطيني في داخل قطاع غزة؟ هل سيتم تسمينه لأجل ذبحه مرة أخرى بعد 6 أسابيع؟ يجب أن يكون هناك ضمانات تؤدي إلى وقف شامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهذا حتى الآن لم تحصل عليه المقاومة من المفاوضات الجارية حتى الآن. لا نستطيع القول أن المفاوضات فشلت، ولا نستطيع القول أنه لا يوجد هدنة، نستطيع القول أن المفاوضات مستمرة، وبالتالي باب الأمل مفتوح من أجل التوصل إلى صيغة ما تؤدي إلى تبادل للأسرى. هناك حديث أن أمريكا قد تضغط باتجاه هدن إنسانية أخرى بعد هذه الهدنة، لأن حديث إطار باريس 2 يتحدث فقط عن المرحلة الأولى، لا يتحدث عن مرحلة ثانية أو مرحلة ثالثة. إذا ما تم الحديث عن مرحلة ثانية ومرحلة ثالثة بهذا الخصوص وفق الاقتراح السابق، وهو اقتراح مصري كان بالأساس في هذا الموضوع، أعتقد أنه يمكن البناء على مسألة التوصل إلى وقف
شامل لإطلاق النار في المراحل الأخيرة من الهدن الإنسانية. ولكن الذهاب الآن وفقا لإطار باريس 2 كما تم تسريبه من قبل الأمريكي ونشر في الصحف ورويتر نقلته بشكل كامل، هذا يخدم الإسرائيلي ولا يخدم بالمطلق لا المقاومة ولا حتى الشعب الفلسطيني الذي يعاني من مجاعة بالذات في شمال قطاع غزة. لاحظ اليوم هناك تقرير من إحدى المراكز الطبية المتخصصة في الولايات المتحدة تتحدث أنه إذا ما تم وقف إطلاق النار اليوم بعد 6 أشهر سوف يموت أكثر من 6650 فلسطيني نتيجة لسوء التغذية ونتيجة للأوبئة التي تنتشر في داخل قطاع غزة. فالمسألة ليست فقط يتم إبادة الشعب الفلسطيني بالقصف، وإنما يتم الإبادة بعمليات التجويع وبالأوبئة المنتشرة في داخل قطاع غزة. أعتقد أن حديث القطري يشير إلى أنه قد نصل إلى مرحلة تبادل للأسرى، ولكن هناك فجوات كبيرة. طيب. نفس الشيء يتحدث الإسرائيلي، نفس الشيء تتحدث حماس. لا أعرف من أين أتى الرئيس بايدن وقال يوم الاثنين، ولكن دعني أشير لمسألة أخيرة، أن أهالي الأسرى في إسرائيل كل مقابلاتهم وأحاديثهم تشير أن لديهم ضمانات بأن الهدنة سوف تتم في الأسبوع القادم. لا أعرف من أين لديهم ذلك، ولكن يبدو أن هناك ضغط أمريكي، لأن أمريكا لا تريد أن تذهب في رمضان لاستمرارية القتال، خاصة أن الدراسة الأمنية الإسرائيلية والجيش في الضفة الغربية وفي الداخل الإسرائيلي تقول أنه يجب تهدئة المنطقة، لأن الضفة الغربية على صفيح ساخن، وإذا ما انطلقت الضفة الغربية في انتفاضة وبالذات في شهر رمضان فلن نستطيع أن نوقفها. أستاذ عزام، بالنسبة إلى موقف المقاومة فيما يخص هذه الصفقة، يعني مصادر صحفية كشفت عن بنود الإطار الأولي لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، ولكن هنا هذه النقطة ربما تكون مفصلية وحساسة أكثر من اللازم. الاحتلال اشترط عودة تدريجية للنازحين، إعادة تموضع قواتها خارج المناطق المكتظة. إلى أي مدى يمكن أن تلقى هذه الشروط قبول من لدن المقاومة الفلسطينية؟ أن هذه الشروط لم تقبل، يعني ما الذي يعنيه مسألة عودة النازحين تدريجياً؟ نعم. وكيف سيعودوا وما هي الآلية ومن سيعود، لا سيما بأن الحديث يدور عن أنه يمنع عودة الرجال في سن القتال، بمعنى ربما من 18 إلى عمر 40. نعم. وبالتالي يعني كيف ستعود النساء والأطفال إلى الأنقاض دون وجود من يعتني بهم؟ يعني هذا وضع معوج لا يمكن بأي حال من الأحوال أن توافق المقاومة عليه، ومن الواضح بأن المقاومة غير موافقة، يعني على بحسب ما صدر عن الناطقين باسم حركة حماس بأن كل ما كان في مؤتمر باريس هو حوار بين نفس الطرف، بمعنى هو حوار من جهة واحدة، حوار بين الأمريكان والإسرائيليين والوسطاء، دون أن يكون هناك وجود للمقاومة فعلي أو من يمثلها أو حتى الوسطاء، يعني كانوا بمثابة ناقل ومراسل وحامل للخبر ليس أكثر، يعني هذا في أفضل الأحوال إذا لم يمارسوا الضغوط على المقاومة. وبالتالي يعني كل ما يقال حتى الآن أنا في تقديري نتنياهو يعني يريد منه أمرين. الأمر الأول كما قلنا هو شن الحرب النفسية ضد أهالي قطاع غزة ومحاولة تغيير الواقع من خلال الضغط النفسي على الجبهة الداخلية للمقاومة، وأيضا تسكين أهالي الأسرى، بمعنى أن الانتفاضة والاحتجاج ضد نتنياهو في دولة الاحتلال بدأت تأخذ أشدها، وبدأ هناك القوى، كل القوى التي كانت تتظاهر ضد نتنياهو قبل 7 أكتوبر عادت لتتظاهر ضده، مدعومة بالمطالب الأخلاقية بين قوسين لأهالي الأسرى. وبالتالي هو يحاول أن يحيد أهالي الأسرى عن الجبهة التي تعارضه من خلال أن يقول لأهالي الأسرى بأن هناك مفاوضات، هناك شيء ما يدور، هناك طروحات تطرح، هناك كلام يقال، لكن كل ذلك
يعني محض من الكذب. نعم أستاذ. محض من المناورة العبثية التي يقوم بها نتنياهو. عبر سكايب من القدس الكاتب السياسي الفلسطيني فراس ياغي، وعبر سكايب أيضا من الضفة الغربية المتخصص في الشأن الإسرائيلي عزام أبو العدس، شكرا جزيلا.